ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طيب نيجي بقى لاخر بارت في شابتر 1 ونبدا شابتر 2 كده ان شاء الله مع بعض. طيب اخر بارت في شابتر 1 بيتكلم عن حاجه اسمها ايه، تشالنجز فور ديفلوبينج كونتريز. تمام، بيقول لك التحديات او العقبات اللي بتواجه الدول الناميه. قال لك انها بتتقسم لحاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ صلي على النبي كده وهقول. اول حاجه بيقول لك ان بتتقسم لايكونوميك تشالنجز ونون ايكونوميك تشالنجز. طيب اول حاجه الايكونوميك تشالنجز بيقول لك بتتقسم لثلاث حاجات، فيها ثلاث حاجات بيتحدوا الدول الناميه. تمام، عقبات بتقف في طريق الدول الناميه انها تتطور يعني. طيب اول حاجه بيقول لك ايه، ليك اوف فيرتيل سويل دي تو كلايمات تشينج. يعني احنا اتفقنا ان الدول الناميه دي اعتمادها الرئيسي على الزراعه، صح؟ طيب لما يكون ما عندهمش تربه خصبه هيزرعوا فين؟ تمام، فكده ده تحدي بيواجه الدول الناميه، ان هو اعتمادهم كله على الزراعه، فالارض بتاعتهم مش خصبه لا تصلح للزراعه يعني، فبالتالي الاقتصاد بتاعهم مش هينمو. تمام. طيب بيقول لك هاي تمبريتشر ريستريكت ال دي سي، بيقول لك ان درجات الحراره العاليه بتمنع ال دي سي اللي هي الليس ديفلوبد كونتريز تو كالتيفيت سام برودكتس، من حصاد بعض المنتجات. يعني ما بيخ... التغيرات المناخيه ما تخليهم يزرعوا محاصيل معينه، ما بيزرعوش كل حاجه، تمام، عشان تناسب درجات الحراره العاليه دي. طيب وفي محاصيل تانية ما بيقدروش يزرعوها بسبب تغيرات المناخ. طيب بقول لك سو زي ماست ادابت نيو تكنولوجي، لازم يعملوا تكنولوجيا جديده يزرعوا بيها عشان يواجهوا الحته بتاعت ايه، تغيرات في درجه الحراره دي. تاني حاجه بقى في الايكونوميك تشالنجز قال لك ليك اوف اندستريال رو ماتيريالز، عندهم نقص في الموارد بتاع الصناعه. تمام، طيب زي ايه مثلا؟ زي الناتشرال جازز، ما عندهمش بترول، ما عندهمش فحم، ما عندهمش حديد. تمام، اند ذيس كان بي ديلت ويز، فعشان يتغلبوا على الحته دي بقى المفروض يعملوا ايه، يعملوا امبورتيشن اوف رو ماتيريال ريكوايرد، لازم يستوردوا امبورتيشن، يعني يعملوا امبورت للرو ماتيريال اللي هم عاوزينها عشان يقدروا يصنعوا. تمام، طيب and this require foreign exchange، وبقول لك ان عشان يعملوا importation عشان يستوردوا من بره ده بيتطلب ايه، عشان تستورد لازم تصدر. تمام، طيب بقول لك foreign exchange لازم تعمل تبادل which could be supplied through، وده بيبقى من هتعمل تبادل من خلال حاجتين. اول حاجه اللي هي exporting، ان انت تصدر products with comparative advantage، تصدر حاجه يكون عندك فيها ميزه نسبيه. هو انت انت كدوله ناميه انت ما عندكش صناعه، تمام، وما عندكش، والزراعه بتاعتك يعني ايه، انت معتمد على الزراعه، بس الزراعه بتاعتك برضو مهما كنت معتمد عليها فهي مش متطوره او مش كويسه زي الدول المتطوره. اكيد الدول المتطوره عندها الات اكتر وتكنولوجيا احسن من اللي في الدول الناميه، تمام، فالزراعه بتاعتهم احسن. فبيقول لك ان انت تصدر الحاجه اللي عندك فيها ميزه نسبيه، انت عندك ميزه نسبيه في الزراعه فهتصدر زراعه، حاجات من الحاجات المنتجات الزراعيه. تاني حاجه قال لك ان انت تيوز الرو ماتيريالز دي اللي انت استوردتها تو بروديوس اند اكسبورت، تاخد الرو ماتيريالز دي تنتج بيها والمنتجات دي تصدرها تاني بره. تمام، يعني انت بتاخد نسبه وتصدر لهم نسبه حق الرو ماتيريال. طيب بيقول لك امبلمنتيشن اوف نيو برودكشن تكنيكس، عشان كده لازم يعملوا ويعملوا برضو ايه نيو برودكشن تكنيكس، ان هم يطبقوا وسائل في الصناعه جديده يعني تساعدهم على النقص في الرو ماتيريالز والنقص في الزراعه والحاجات دي. طيب بقول لك بقى البروبلم اوف اكسبورتنج اجريكالتشرال برودكت، ان انت تصدر منتجات زراعيه ده برضو فيها مشكله. ايه المشكله بتاعتها؟ بقول لك انها ذات زي اور تشيب ان ريتيرن، بقول لك سعرها قليل جدا ما بتعملش حاجه يعني بالنسبه للمنتجات الصناعيه. تالت حاجه بقى في الايكونوميك تشالنجز حاجه قال لك اسمها ايه، ليك اوف كابيتال، بيقول لك زير از ليك ان هيومن اند فيزيكال كابيتال، بيقول لك ان الهيومن اساسا عندهم مش ما عندهمش مهارات، ما عندهمش معلومات كافيه ان هم يعرفوا يزرعوا بطريقه حديثه، يصنعوا بطريقه حديثه، فالهيومن كابيتال عندهم فيها نقص. تمام، ونفس الحوار في الفيزيكال كابيتال، ما عندهمش معدات والات ان هم يقدروا ينتجوا. تمام، بيقول لك زي ماست انفست ان هيومن كابيتال اند انفراستراكشر، يعني بيقول لك ان هم لازم يصرفوا على الهيومن كابيتال، ياخدوا الناس يعلموهم ويعملوا لهم تدريبات ويدوهم مهارات. تمام، وان هم يكون عندهم بنيه تحتيه. طيب نيجي بقى للنون ايكونوميك تشالنجز. اول حاجه في النون ايكونوميك حاجه اسمها ريزيستنس تو تشينج، يعني بيقول لك انها المقاومه ضد التغيير. الدول الناميه ما بتحبش تغير، ما بتحبش تجدد، ما بتحبش تطور من نفسها. تمام، بيقول لك انها ريفيوز تو تشينج ماي مايند، بترفض انها تغير تفكيرها، طريقه تفكيرها واسلوبها. تمام، بيقول لك بيبل بريزيست
the change and the new ways of doing things and they prefer the traditional approaches. بيقول لك ان الناس ما بتحبش تغير الطرق بتاعتها ولا تطبق طرق جديده في ان هم يعملوا الحاجات، يعني مثلا في الزراعه او في الحاجات دي، هم بيحبوا يعملوا العادات والتقاليد بتاعتهم القديمه. تمام، بيقول لك ان this depend on behavior، على اسلوب الانسان ذات نفسه، الانسان نفسه في الدول الناميه بيقول لك لا انا عرفت ان الزراعه بتتعمل كذا. تمام، طب يا عم في الات اتعملت جديده بتساعدك ان انت تزرع اكتر وتزرع مساحه اكتر واسهل وهتوفر وقت وجهد، يقول لك لا انا بحب ازرع كده. هما ما يعني ايه ما بيغيروش فكرهم. or embedded bureaucratic laws، يعني بيقول لك ان القوانين السياسيه الحاكم بتاعهم بيرفض التغيير، بيقول لك لا احنا هنمشي على نظام معين. طب في تكنولوجيا نزلت، في حاجات حديثه نزلت، تقول لك لا احنا هنمشي على النظام بتاعنا ده ومش هنغيره. طيب تاني حاجه في النون ايكونوميك تشالنجز بقى، بيقول لك الايه، ليك اوف انتربرينور انشيتيفز، بيقول لك ان احنا مع ان هم ما عندهمش كفاءات، عندهم نقص في الكفاءات. بيقول لك ليك اوف انتربرايزز، ما عندهمش ناس يعني يقدروا يتحكم، يعني المدير بتاعهم ما عندوش الكفاءه ان هو يقدر ايه يمشيهم او يرشدهم في الطريق الصح، يعني الطريقه دي بدائيه فنركنها شويه. في حاجات حديثه بقى نزلت ان احنا المفروض نعمل بيها فعشان ننتج وننجز، فما عندهمش الكفاءات دي ان هم يقدروا ايه ينقلوهم ويعملوا لهم تنميه وتطور. طيب بيقول لك انتربرينور شيب ازنت جاست ذا نورمال بيزنس مان اكتيفيتيز، بيقول لك ان القياده يعني او الكفاءات دي مش هي بس ان الناس بيجوا يفتحوا مشاريع وخلاص، لا بيقول لك فوكس اون انوفيشن، بيركزوا على الابتكار، لازم يكون عندهم ابتكار. تمام، طيب كده يبقى خلصنا شابتر 1 وندخل بقى في شابتر 2. في شابتر 2 يعني البارت ده معظمه عملي وكده وان شاء الله مش هياخد وقت. طيب شابتر 2 بقى بيتكلم عن ايه، عن البوبوليشن، بيقول لك الناس اللي شغاله، وبنشوف الناس اللي شغاله حجمهم قد ايه في الدوله والناس اللي مش شغاله، وبنقسم البوبوليشن والناس اللي شغالين دولت من كام لكام، والحاجات دي كلها هنعرفها مع بعض. طيب قال لك التوتال بوبوليشن بيتقسم لايه بقى، صلى على النبي كده ونبدا مع بعض. طيب قال لك ان التوتال بوبوليشن، ان الناس بتاع اي دوله بتقسم لحاجتين، وركينج ايج بوبوليشن ونان وركينج ايج بوبوليشن. طيب ناس في سن العمل وناس لسه ما وصلوش لسن العمل، تمام، او عدوا سن العمل. طيب الناس اللي ما عدوش، اللي لسه ما وصلوش لسن العمل اللي هو نان وركينج ايج، الناس اللي ما بتشتغلش ديت اللي بيعتمدوا على غيرهم، قال لك ان هم الناس دولت يا اما اطفال يا اما ناس كبار في السن، صح؟ طيب قال لك ان هم بلو 16 سنه اند اباف 65 سنه، يا اما اصغر من 16 سنه فلسه اطفال، يا اما اكبر من 65 سنه فدول طلعوا على المعاش وخلصوا حياتهم. تمام، طيب بيقول لك ان هم كمان ايه، نون بروداكتيف، ما بيشتغلوش، ما لهمش انتاجيه. تمام، قال لك ان هم بتقسموا الحاجتين، يانج ديبندنسي يا اما اولد ديبندنسي. قال لك ان يانج ديبندنسي، ديبندنسي معناها الاعتماد على الغير، يعني انا بعتمد مثلا، الاطفال الصغيره بتعتمد على ابوهم مثلا ان هو شغال وكده فبيجيب لهم فلوس، والناس الكبيره بتعتمد على ابنائهم. تمام، طيب قال لك يانج ديبندنسي اللي هم بلو 16 سنه، والاولد ديبندنسي اللي هم اباف 65 سنه. طيب بيقول لك ان التوتال ديبندنسي اللي هو التوتال بتاعهم بقى اللي هم النون وركينج ايج بوبولوشن دول، هو الاولد بلس اليانج. تمام، طيب ان احنا لو عاوزين نجيب عددهم كله اللي بتاع الديبندنسي كلها هنجمع الاولد مع اليونج. طيب النوع الثاني بقى اللي هو الوركينج ايج بقى بوبوليشن، قال لك ان الوركينج ايج بوبوليشن اللي هو بتوين 16 سنه عند 65 سنه، يا اما يكون من اول 16 سنه لحد 65 سنه. حلو، طيب بيقول لك ان الناس دي بروداكتيف، الناس دي بتنتج. تمام، طيب بيقول لك ان الوركينج ايج بوبوليشن ده بيتقسم لحاجتين، اللي هو الليبر فورس والايكونوميكالي ان اكتيف بارتيسيبنتس. تمام، طيب اول حاجه الليبر فورس، بيقول لك ان دولت ويلنج اند ايبل تو ورك، دولت عندهم الرغبه والقدره ان هم يشتغلوا. تمام، طيب قال لك الليبر فورس دي بتتقسم لحاجتين، اول حاجه ناس شغاله امبلويد، القوى العامله، ناس شغاله ما اصل ايه يعني عنده ويلنج اند ايبل تو ورك، عنده لازم يكون عنده الرغبه والقدره، يعني مثلا ممكن يكون في ناس عندهم من 16 ل 65 سنه بس مثلا عندهم اعاقه، يعني ما عندهمش القدره. تمام، فدولت بيبقوا ان امبلويد. طيب والناس تانية عندهم ايه، عندهم القدره بس ما عندهمش الرغبه. تمام، فما بيبقوش شغالين برضه. طيب قال لك الليبر فورس ده بيتقسم امبلويد وان امبلويد، لازم الشرطين يتوفقوا ان هو يكون عنده القدره والرغبه. طيب بيقول لك الامبلويد ده ويلنج اند ايبل واند هاف جوب، يعني الامبلويد الناس اللي شغاله دول بيبقى عندهم الرغبه والقدره في الشغل وعندهم وظيفه فعلا.
انما الان امبلويد بقى قال لك ان دول ويلنج اند ايبل، بس ايه بقى مش لاقيين شغل، بس دازنت هاف ا جوب. الناس الان امبلويد دول ناس في قوه العمل قادرين ان هم يشتغلوا عندهم وعاوزين ان هم يشتغلوا بس مش لاقيين شغل. طيب النوع الثاني بقى في الوركينج ايج، ده اللي احنا اتكلمنا عليه، ايكونوميكالي ان اكتيف بارتيسيبنتس. تمام. طيب بيقول لك ان ناس يا اما ما عندهمش القدره يا اما ما عندهمش الرغبه، بس هم سنهم من 16 ل 65. تمام. طيب بيقول لك ان الناس دول ايبل تو ورك بات نوت ويلنج تو ورك، يعني الناس دي عندهم القدره انهم يشتغلوا بس ما عندهمش الرغبه انهم يشتغلوا. تمام. طيب بيقول لك ديسكارج وركرز، يعني مثلا ممكن يكون ناس لوست هوب تو فايند ا جوب، يعني ناس محبطين فضلوا قاعدين يدوروا على شغل كتير قوي فما لقوش شغل فزهقوا فبطلوا يدوروا على شغل فهم مش شغالين. تمام. طيب نيجي بقى لشويه القوانين دولت، يعني في كام قانون كده هنحفظهم ويبقى كده البارت ده خلص ان شاء الله. طيب نيجي بيقول لك الليبر فورس، احنا عشان نجيب الليبر فورس من هنا، يعني بص الليبر فورس هنا بيساوي ايه، يا اما نجمع الامبلويد بلس الان امبلويد. تمام. يعني الليبر فورس احنا اتفقنا بيتقسم لحاجتين، امبلويد وان امبلويد. تمام. يبقى نجمع الاثنين دولت كده هيديك الليبر فورس، يا اما تاخد لي الوركينج ايج اللي هي اللي فوق دي الوركينج ايج بوبولوشن تماينس منها الايه الايكونوميكالي ان اكتيف بارتيسيبنتس، فهيديك الايه الليبر فورس كلها. تمام. يبقى في طريقتين ان احنا نجيب بيهم نجيب بيها الليبر فورس، اللي هو يا اما نجمع الامبلويد بلس ان امبلويد، يا اما نعمل ايه ماينس الوركينج ايج من الان اكتيف بارتيسيبنتس. طيب تاني قانون بقى بيقول لك الايه وركينج ايج بوبولوشن، بيقول لك انها اللي احنا عشان نجيب الوركينج ايج دي، تمام، بنجمع ايه، بنجمع الان اكتيف بارتيسيبانتس والليبر فورس، بنجمعهم الاثنين مع بعض. طيب تمام. وكل الكلام ده باين من الرسمه يعني. طيب بيقول لك ان اليانج ديبندنسي ريشيو، عاوزين نجيب نسبه اليانج الناس الاطفال اللي بتعتمد على الغير. تمام. قال لك طيب انت عاوز تجيب النسبه بتاعت مين الاطفال، يبقى ناخد اليانج ديبندنسي نقسمها على ايه، قال لك هم اليانج ديبندنسي دول بيعتمدوا على ايه، على الناس اللي شغاله صح، يبقى نقسمها على الوركينج ايج بوبوليشن. تمام. طيب يبقى كده اليانج ديبندنسي ريشيو النسبه بتاعت الناس اللي الاطفال اللي بتعتمد على الغير، يبقى نقسم اليانج ديبندنسي على الوركينج ايج بوبوليشن في 100. تمام. طيب ونفس الحوار مع الاولد، هناخد الاولد نقسمه مع الوركينج ايج برضه، لان الاولد دول بيعتمدوا على الغير اللي هم ايه وركينج ايج بوبوليشن. طيب قال لك بقى عشان تجيب التوتال ديبندنسي ريشيو، احنا اتفقنا ان التوتال ديبندنسي بتساوي ايه اليانج بلس الاولد صح. طيب عشان تجيب النسبه بتاعتهم يبقى هما الاثنين بيعتمدوا على ايه، على الوركينج ايج، يبقى تجيب اليانج تعمل عليها بلس الاولد وتقسمهم على الوركينج ايج وتضربهم في 100. طيب قال لك عشان تجيب بقى الليبر فورس، يا ريت بقى تجيب نسبه الليبر فورس، تقسم الليبر فورس. طب هي الليبر فورس من ايه، مش اتفقنا ان الليبر فورس هنا هي من الوركينج ايج بوبوليشن؟ طيب يبقى تقسم الليبر فورس على الوركينج ايج بوبوليشن. طيب ان الاكتيف ريت بقى الايكونوميك ان اكتيف ريت نفس الحوار بتاع الليبر فورس برضه، يبقى النمبر اوف ايكونوميك ان اكتيف بيبل على الوركينج ايج. تمام. طيب بعد كده الامبلويمنت ريت، انت عاوز الامبلويمنت. طب الامبلويمنت دي جزء من ايه، جزء من الليبر فورس، احنا اتفقنا ان الليبر فورس بتساوي الامبلويمنت بلس الان امبلويمنت صح. طيب يبقى الامبلويمنت عشان تجيب النسبه بتاعتها يبقى تقسم العدد بتاع الامبلويمنت على الليبر فورس كلها. طب الان امبلويمنت اتفقنا ان هي نسبه برضو من الليبر فورس، يبقى تقسم الان النمبر بتاع الان امبلويد على الليبر فورس. طيب الان امبلويد بقى ريت تو بوبوليشن ريشيو، قال لك بقى ان دي لو قال لك عاوز الان امبلويمنت ريت بس، يبقى تاخد النمبر بتاع الان امبلويد تقسمه على ايه، على الليبر فورس. انما لو قال لك عاوز الان امبلويمنت ريت تو بوبوليشن ريشيو، يبقى تاخد النمبر بتاع الان امبلويد تقسمه على ايه، على الوركينج ايج بوبوليشن. تمام. طيب على الوركينج ايج كلها مش على الليبر فورس، يعني لو عاوز الان امبلويد دي. تمام. لو قال لك عاوز ان امبلويد وسكت، ان امبلويد ريت وسكت، تمام، يبقى تقسمها على الليبر فورس. انما لو قال لك عاوز ان امبلويد ريت تو بوبوليشن ريشيو، يبقى تقسمه على ايه، على الوركينج ايج. طيب زي الفل كده يعتبر خلصنا الشابتر، يعني هناخد مثال عليه بس ويبقى خلاص. طيب بقول لك ان نوت ذات ان امبلويد ريت، الان امبلويد ريت اللي هو فوق ده، بيقول لك ان ان امبلويد ريت ده اكبر من الان امبلويد ريت تو بوبوليشن. تمام. طيب تعالى كده نفهم يعني ازاي الكلام ده يحصل. طيب تعالى للان امبلويد ريت، احنا اتفقنا ان هو ايه، بيساوي النمبر اوف ان امبلويد على الليبر فورس صح. طيب انما الان امبلويد ريت تو بوبوليشن ريشيو ده بيساوي النمبر بتاع الان امبلويد، يعني كده المقام بتاعنا ما اتغير، البسط بتاعنا ما اتغيرش. تمام. اللي فوق ما اتغيرش. طب نشوف اللي تحت، اللي تحت هو اللي اتغير.
قال لك ان في الانيمبلويد ريشيو، في الانيمبلويد ريت قال لك ان اللي تحت ليبر فورس، انما اللي تحت هنا في البوبوليشن ريشيو قال لك ان هي الوركينج ايج بوبوليشن. تمام، احنا اتفقنا ان الليبر فورس جزء من الوركينج ايج بوبوليشن، صح؟ طيب يبقى كده هي الاكبر، اكيد الوركينج ايج بوبوليشن اكبر. طيب كل ما المقام بيزيد ايه اللي بيحصل؟ الناتج بيقل، صح؟ يعني احنا لو بنقسم حاجه على حاجه والمقام زاد الناتج بتاعنا يقل، فعشان كده الري الانمبلويد ريت اكبر من الانمبلويد ريت تو بوبوليشن ريشيو. تمام، طيب قال لك ان الليبر فورس بلس الانكتيف ريت بيساوي 100%. تمام، طيب زي الفل. مثال بقى على كده، بيقول لك ان البوبوليشن، الجدول اللي على الجنب خالص ده جيفن، تمام، بيقول لك ان البوبوليشن الناس كلها عددهم 800,000، بيقول لك ان اليانج ديبندنسي 200,000، الاطفال اللي ما بتشتغلش 200,000، والاولد ديبندنسي الناس الكبيره اللي طلعت على المعاش 100,000. تمام، طيب بيقول لك ان الانكتيف ريت 28%، والان امبلويمنت كام واحد؟ 43,201 ما بيشتغلوش. طيب اول حاجه عاوز ايه؟ اول حاجه قال لك انا عاوز اليانج ديبندنسي ريت، قال لك انا عاوز نسبه الاطفال اللي ما بتشتغلش. اتفقنا ان نسبه الاطفال ما بتشتغلش بتساوي اليانج ديبندنسي على الوركينج ايج. تمام، طيب اليانج ديبندنسي بكام؟ ب 200,000. تمام، طب فين بقى الوركينج ايج؟ مش معانا، احنا عاوزين نجيبه. طيب قال لك ان البوبولوشن كلها بتتقسم لحاجتين، صح؟ يا اما وركينج ايج يا اما نون وركينج ايج. تمام، طيب هنا بقى مديك النون وركينج ايج، هما فين النون وركينج ايج؟ اتفقنا ان النون وركينج ايج اللي هما بيتقسموا لحاجتين، اليانج ديبندنسي والاولد ديبندنسي. تمام، طيب اهي نرجع للرسمه فوق هتلاقيها، قال لك البوبولوشن كلها بتتقسم لحاجتين، يا اما وركينج ايج بوبولوشن يا اما نون وركينج ايج بوبولوشن، صح؟ طيب وقال لك ان النون وركينج ايج بتتقسم لايه؟ لليانج ديبندنسي والاولد ديبندنسي. تمام كده، طيب يعني عشان نجيب النون وركينج ايج يبقى نجمع اليانج ديبندنسي مع الاولد ديبندنسي. طيب نرجع لمسالتنا، يبقى كده ايه؟ هناخد البوبولوشن ماينس منها النون وركينج ايج اللي هم اليانج والاولد، يبقى هنعمل ماينس 200 اللي هم اليانج وماينس 100 اللي هم الاولد. تمام، يبقى كده الوركينج ايج هيبقى بكام؟ ب 500 كده. تمام، نقدر نجيب بقى اليانج ديبندنسي ريت، يبقى تقسم اليانج على الوركينج ايج، اليانج كام؟ 200,000 على 500,000 في 100، يطلع لك ب 40%. طب والاولد؟ الاولد قال لك ان انت تقسم الاولد على الوركينج ايج، يبقى 100,000 على 500,000 في 100 يطلع لك ب 20%. تمام، طيب جه هنا قال لك عاوز التوتال ديبندنسي بقى او النون وركينج ايج، الريت بتاعه كام؟ هتجمع الاثنين اللي فوق دول، ال 20 بلس ال 40 اللي هم الاولد واليانج، وممكن تعمل ايه؟ تروح جاي جامع ال 100 بلس ال 200 على ال 500 في 100، على 500,000 في 100، تمام؟ اللي هم الوركينج ايج، هيطلع لك برضه ب 60%. طيب رابع حاجه بقى قال لك ايه؟ عاوز النمبر اوف ايكونوميكالي ان اكتف، عاوز الناس اللي هم ايكونوميك ان اكتف اللي هم الناس دي، هم الوركينج ايج احنا طلعناهم كام؟ 500، صح؟ احنا مطلعين الوركينج ايج كلها 500. تمام، قال لك بقى انا عاوز الايه؟ الان اكتف بارتيسيبانتس، الناس اللي ما بتشتغلش دي. طيب قال لك ان هو هتساوي ايه؟ قال لك ان هو مديك معطى هنا اللي هي الان اكتف ريت بتساوي كام؟ بتساوي 28%، صح؟ قال لك ان القانون بتاعها الايكونوميك ريت اوف ان اكتف بيساوي النمبر اوف ايكونوميكالي على الوركينج ايج في 100، صح؟ طيب قال لك بقى ايه؟ ان الريت بتاعها كام؟ 28، صح؟ والنمبر اوف ايكونوميك ده اللي احنا عاوزينه، نحط مكانه اكس. طيب والوركينج ايج لسه جايبينها ب 100. تمام، طيب هتضرب بقى ال 5000 في كام؟ في 28 وتقسمهم على 100. تمام، هيديك 140,000. يبقى كده ان هم الايكونوميك ان اكتف، الناس اللي محسوبين ان هم من الوركينج ايج وبس مش شغالين، دول 140,000. طيب احنا عاوزين الليبر فورس، احنا لسه جايبين الايه؟ الايكونوميك ان اكتف 140,000، والناس كلها كام اللي شغاله اللي هي الوركينج ايج كلهم؟ 500,000. طيب يبقى تعمل 500 ماينس ال 140، تمام، يا اما وتجيب الريت بقى بتاعها. تمام، انت كده جبت الليبر فورس، فانت هو عاوز الريت، تروح جاي واخد بقى ال 360,000 اللي انت لسه جايبهم تقسمهم على ال 500,000 على الوركينج ايج كلها وتضربهم في 100 يطلع لك ب 72%. تمام، يا اما هو مديك اساسا معطى في المساله بيقول لك ان الليبر ان الايكونوميك ان اكتف 28%، صح؟ مش احنا هنا قلنا ان في القانون اهو بيقول لك ان الليبر فورس ريت بلس الايكونوميك ان اكتف ريت بيساوي 100%. طيب هو مديك الايكونوميك ان اكتف 28، تمام، يبقى انت عاوز تجيب الليبر فورس، هيبقى 100 ماينس 28 هيديك 72% برضه. تمام،
طيب نيجي بقى لرقم 6، بيقول لك ايه؟ انا عاوز الامبلويمنت تو بوبوليشن ريشيو. واحنا نفس الحوار برضو في الامبلويمنت، هو نفس الحوار في الان امبلويمنت. لو قال لك امبلويمنت ريت وسكت، يبقى تاخد الامبلويمنت تقسمه على الليبر فور، على الليبر فورس، تمام. انما لو قال لك عاوز ان امبلويمنت تو بوبوليشن ريشيو، يبقى تاخد الامبلويمنت ما تقسمهاش بقى على الليبر فورس، لا تقسمها على الوركينج ايج بوبوليشن. طيب قال لك ان الامبلويمنت كام؟ قال لك ان الليبر فورس كلها احنا لسه جايبينها ب 360,000، تمام؟ جايبينها في رقم 5 ب 360,000، صح؟ يبقى الناس اللي المفروض يكونوا شغالين كلهم 360,000 واحد. طيب ارجع للمساله، المعطيات مديك ايه؟ ان امبلويمنت الناس اللي مش شغالين 43,200، تمام؟ طيب يبقى انت هتروح جاي عامل ايه بقى؟ واخد ال 360,000 ماينس منهم الناس اللي مش شغالين اللي هم 43,200، هيديك 316,800. يبقى في كام واحد شغالين؟ 316,800 واحد. طيب هو عاوز النسبه بتاعتهم في البوبوليشن ريشيو بقى. قال لك ان انت تاخد 316,800 تقسمهم على 500,000 اللي هم الوركينج ايج كلهم، طيب، وتضربها في 100 تطلع ب 63.36. طيب سابع حاجه بقى، قال لك ايه؟ عاوز الان امبلويمنت تو بوبوليشن ريشيو. قال لك ان الان امبلويمنت تو بوبوليشن ريشيو ده بتساوي ايه؟ بتساوي الان امبلويمنت على الوركينج ايج، صح؟ احنا اتفقنا على كده. انما لو كان قال لك عاوز الان امبلويمنت ريت بس، كنت هتقسم الان امبلويمنت على الليبر فورس. طيب نجيب بقى الان امبلويمنت تو بوبوليشن ريشيو. قال لك ان احنا معانا العدد بتاع الان امبلويمنت اللي هو 43,200 ده مدولنا في المساله، وتقسمها على الوركينج ايج اللي هو 500,000، هتطلع لك بكام في الميه؟ 8.64%، تمام. طيب بعد كده قال لك انا عاوز الان امبلويمنت ريت بقى. قال لك الان امبلويمنت ريت، قال لك هتقسم النمبر على الليبر فورس مش على الوركينج ايج بقى. قال لك 43,200 اللي هو مدالك برضو في المساله معطى، هتقسمه على كام؟ 360,000، ده الليبر فورس كلها، تمام. احنا كنا جايبين الليبر فورس هنا في رقم 5. طيب وتضربه في 100 يطلع لك ب 12%. لاحظت ايه بقى بين 7 و 8؟ ان الان امبلويد تو بوبوليشن ريشيو اقل من الان امبلويد ريت، تمام. طيب عشان المقام بيتغير، ويبقى كده خلصنا اول بارت في شابتر 2.